2015 كنا مجموعة من المصورين حاضرين في مهرجان الصورة في العاصمة الجزائرية. زعفنا بزاف من الطريقة اللي كانت معروضة بها التصاوير، زعفنا بزاف من الكوريو تكنيك، كان شبه غايب أو حتى غايب خلينا نقول من لاتيماتيك في حد ذاتها. تاني نقابل اجتمعنا في غرفة تاع غرفة الفندق اللي كنا فيه، غرفة واحدة من غرف الفندق اللي كنا فيه، وقررنا لازم نديرو كوليكتيف. الحكاية تاع الكوليكتيف هذه بدات قبل 2015، كان حوار بيننا وما بين المصورين مع بعض من لازم نديرو حاجة. بصح هذاك المهرجان كان خلاص النقطة اللي لازم نديرو منها بعدها كوليكتيف. الهدف من الكوليكتيف انه كان انه هدف من الكوليكتيف لحد الآن انه نخدمو مع بعضنا. كاين بزاف عقبات، قمنا بلي نشتغل مع بعض نقدر نجازو دوك العقبات، نقدموا اسرع في الكارير تاعنا ولا بشكل احسن. كان ممكن نقعدوا في السلبيه بان كاين عقبات ما نقدروش نتجاوزوها، نحبسوا هنايا. لكن اعتقد ان كان القرار السليم ان انا نكمله ونروح لقدام. والحاجة الثانية اللي هي أعتقد أنها مهمة بالنسبة لنا كانت أن كان غياب الصورة تاع الجزائر في العالم، وحتى في بعض أهدان الجزائريين في الداخل ثاني. ولما تكون موجودة تكون صورة صحفية من لقصص اللي أغلب الوقت ما عندهمش علاقة بالواقع، أو قصص لفئات معينة فقط. والأغلب هذه القصص محكية من وجهة نظر غربية اللي هي للأسف ما تحملش كاع الشكاية في المجتمع الجزائري، وفي أغلب الأحيان ما تمثلناش كجزائري. وبالتالي ككوليكتيف ديسمبر قررنا أنه لازم ما بيناتنا قررنا أنه لازم نشتغلوا في هذا الموضوع ونلقاو حلول تاني. اللي أعتقد لعند الآن ككوليكتيف ما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه، مع ان رانا في مرحله جديده بالنسبه للكوليكتيف. راه كاين اعضاء جدد غادي يدخلوا، وكاين مشاريع جديده اللي راهي في اطار انها تكون اطارنا تحقق ان شاء الله.